بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس اشرف رمضان. النهارده هنكمل سلسله الفيديوهات الخاصه بالتكنيكال ريكويرمنت تو كونكت البي في سولار سيستم تو النتورك. هنشتغل النهارده على سيناريو جينيريشن اوف الانسرتينيتي. زي ما اتكلمنا وشوفنا في الفيديوهات اللي فاتت يعني ايه انسرتينيتي، هنبدا نشوف ازاي نعمل جينيريشن لسيناريوز تمام باستخدام الانسرتينيتي او السيناريوز اللي احنا بنعملها جينيريشن عشان نبدا نشوف خاصيه الانسرتينيتي. هندرس الكلام ده على الانسرتينيتي الخاصه باللود ديماند، وهنتكلم عن الويند باور سورسز، وهنتكلم عن السولار باور سورسز. يبقى محاضرتنا النهارده عن السيناريو جينيريشن اوف الانسرتين لود ديماند والويند والسولار باور سورسز. لو احنا بصينا على المعادلات الخاصه باللود تمام، بنقول ان الايديالي ديو تو الفوركاستنج ايرور، نتيجه الفوركاستنج ايرور، الباور سيستم بلاننج اند اوبريشن ستادي تمام، اللود شود نوت اسيومد از ا سيرتن ديترمينستك بارامتر. طبعا انا ما اقدرش احط داخل المعادلات اللي انا بدرس عليها ان الديماند لود وعامل طلب الحمل بيكون ديترمينستك او سيرتن ديترمينستك بارامتر. ما اقدرش اقول ان هو قيمه ثابته، لان زي ما عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان قيمه اللود ديماند بتتغير من لحظه للحظه حسب استهلاك المستخدم، وبالتالي انا لازم اخد ان اللود احد عناصر الانسرتينيتي. بستخدم الجاوسيان البي دي اف، الناس اللي فاكره من المحاضره اللي فاتت، بستخدم البروبابيلتي دينستي فانكشن، البروبابيلتي دينستي فانكشن. طيب البروبابيلتي دينستي فانكشن الخاصه باللود بقدر اعبر عنها باستخدام البي دي اف اوف اس، الاس دي اللي هي الابيرنت باور اوف اللود، الابيرنت باور اوف اللود اللي هي الاس. يبقى البروبابيلتي دينستي فانكشن الخاصه بالاس، الاس اللي هي الباور او الابيرنت باور اوف اللود، دي بتساوي 1 على جذر 2 باي سيجما اكسبوننشال افتح قوس ناقص اس ناقص ميو الكل تربيع على 2 سيجما تربيع. طب يا باشمهندس ايه يعني السيجما وايه الميو؟ السيجما اللي حضرتك شايفها قدامك دي بتمثل المين اللي هو المتوسط او الفوركاستد، والميو بتمثل الستاندرد ديفيشن اوف الابيرنت باور. يبقى العلاقه تاني، دي اهم علاقه عندي ببدا ادرسها على اللود عشان اشوف الانسرتينيتي اوف اللود، البروبابيلتي دينستي فانكشن اللي هي البي دي اف اوف الابيرنت باور اوف لود اللي هي الاس بتساوي 1 على جذر 2 باي سيجما اكسبوننشال ناقص اس ناقص ميو الكل تربيع على 2 سيجما تربيع. مين السيجما اللي هي المين تمام او الفوركاستد، والميو اللي هي الستاندرد ديفيشن اوف الابيرنت باور. طبعا هنا بنشوف في الفيجر ده اللود ان الكيلو وات، وبنبدا نشوف البروبابيلتي دينستي فانكشن تمام او البي دي اف فاليو. زي ما احنا شايفين هي بتاخد شكل الجاوسيان ديستريبيوشن، القيمه هنا بتقل بتوصل للماكسيمم. يبقى انا ببدا كده جاوسيان بمشي بوصل للماكسيمم فاليو عند ال 100 كيلو وات، بعد كده بقل تاني تمام لحد ما اوصل 115. يبقى هنا عندي التيبيكال بي دي اف تمام اوف الاس اللي احنا قلنا عليه، الاس اللي هو الابيرنت باور اوف اللود. يبقى احنا خلصنا رقم واحد، خلصنا رقم واحد السيناريو جينيريشن الخاصه باللود. طيب بالنسبه للطاقه الشمسيه او الفوتوفولتيك باور جينيريشن، الجينيريتد باور الخاصه بالسولار جينيريتور تعتمد اساسا على السولار الراديانس، السولار الراديشن او الراديانس. يبقى انا البارامتر الرئيسي عندي اللي هو السولار الراديشن، الراديشن اللي هو الاشعاع. يبقى الاس هي السولار الراديشن بالكيلو وات على المتر المربع، يبقى الاس هي
السولار الراديشن الاشعاع الشمسي بالكيلو وات على المتر المربع. العلاقه دي تمام بتتحدد البروبابيلتي دينستي فانكشن، البروبابيلتي دينستي فانكشن البي دي اف الخاصه بالسولار الراديشن اللي هي الاس بمعادلات بنسميها البيتا ديستريبيوشن فانكشن. البيتا ديستريبيوشن فانكشن اللي هي عباره عن داله جاما اوف الفا بلس البيتا على جاما الفا في جاما بيتا مضروبه في الاس اس الفا ناقص واحد مضروبه في واحد ناقص اس بيتا اس ناقص واحد. ده لما تكون الاس محصوره من صفر الواحد، الاس اللي احنا قلنا عليها السولار الراديشن ان الكيلو وات بير متر سكوير، وده شكل السولار الراديانس بالكيلو وات على المتر المربع مع قيمه البروبابيلتي دينستي فانكشن. زي ما احنا شايفين بيبدا الكيرف بيوصل للماكسيمم وبعد كده بينزل عند الواحد اخره الواحد، بيبدا طبعا زي ما احنا شفنا هنا بندرس في حاله الاس من الصفر الى ايه الواحد بمعادلات البيتا ديستريبيوشن فانكشن. طيب البروبابيلتي دينستي فانكشن مع المين اللي هو المتوسط الميو اس والستاندرد ديفيشن السيجما اوف السولار بقدر اعبر عنها باستخدام الجي اس او السولار راديشن بالمعادله بالاسلوب ده، نفس شكل المعادله الخاصه بالسولار واحد على جي اس واحد على جي اس اللي هي الكونستانت جي اس، ده الجي اس اللي هو الجي الخاصه بالسولار الراديانس او السولار الراديانس بتديني البروبابيلتي بتاعها بالشكل ده. وبعد كده بقول ان الباور بتساوي البروبابيلتي اللي هي البي اس مضروبه في الجي اس تربيع على جي ستاندرد في الار سي. طيب مين الجي اس؟ اهو الجي اس اللي هي السولار تمام اهي السولار الراديانس تمام الجي اس هي السولار الراديانس. طيب والجي ستاندرد يا شباب الجي اس دي اس تي دي السولار الراديانس ان الستاندرد انفايرمنت، يبقى هنا جي اس تي دي السولار الراديانس ان الستاندرد انفايرمنت الار سي طبعا دي سيرتن الراديانس فاليو، دي النقطه المرجع اللي احنا بنشتغل عليها، بحيث يبقى انا الراديانس بتاعي الراديانس محصور من الصفر لحد الار سي. يبقى انا كده لو فوق الجي اس اكبر من او يساوي الار سي بضرب البروبابيلتي دينستي فانكشن في الجي اس على الجي ستاندرد مباشره. يبقى دي المعادله اللي بتطلع لي الباور الخاصه بالسولار. طيب لو دخلنا على الويند باور جنريشن، الجنريتد باور من الويند تيرباين بتديبند على الويند سبيد، يبقى هنا عندي الفي اوتوماتيكلي الفي هي الويند سبيد. يبقى في حاله الويند يبقى البروبابيلتي دينستي فانكشن اوف الويند سبيد بتساوي كونستانت كي على سي مضروبه في الفي نفسها على سي كي اس ناقص واحد او اس كي ناقص واحد اكسبوننشال سالب في على سي اس كي، وير الكي يا شباب والسي الكي بنسميها الشيب فاكتور والسي بنسميها السكيل فاكتور حسب الويبل فانكشن. يبقى المعادله دي اللي بتوضح لي البروبابيلتي دينستي فانكشن في حاله الويند دي بنسميها الويبل فانكشن او الويبل ديستريبيوشن، في حاله الفوتوفولتيك كنا بنسميها بيتا ديستريبيوشن فانكشن. طيب الباور الجنريتد باور في حاله الويند الجنريتد باور اوف الويند تيرباين از ا فانكشن اوف، احنا قلنا المعامل الرئيسي اللي هو الويند سبيد اللي هي الفي، اقدر اكتبها بمعادله الباور اوف الفي بتساوي صفر لما تكون الفي اقل من الفي ان او اكبر من الفي اوت. ايه الفي ان والفي اوت؟ دول بيسموهم لي الكات ان سبيد اللي هي الفي ان الكات ان سبيد والكات اوت سبيد اللي هي الفي اوت. يبقى انا لو اصغر من الكات ان او اكبر من الكات اوت قيمه الباور اللي هتطلع بزيرو. طيب لو انا بين الكات ان والكات ريتد بيبدا يظهر لي الريتد يا شباب الريتد، يبقى الفي ريتد
دي عبارة عن التيرباين ريتد سبيد، تمام، السرعة الريتد او المتوسطة للتوربين، عبارة عن في ناقص في ان اللي هي الكات ان، تمام، على الفي ريتد ناقص الفي ان. يبقى دي الحالة التانية. الحالة التالتة بتطلع لو انا اكبر من الفي ريتد واقل من الفي اوت اللي احنا بنسميها إلس، هنا بتطلع الباور اوف الويند سبيد بتساوي البروبابيليتي اللي هي الخاصة بالريتد باور اوف الويند سبيد. يبقى انا عندي بالراحة كده عندي ثلاث حالات، لو اكبر من واقل من، اقل من الفي ان واكبر من الفي اوت، بتطلع الباور اللي هتتولد بالتربينة دي بصفر. لو محصورة بين الفي ان والفي ريتد، تمام، هتطلع بالمعادلة دي. لو فوق البي ريتد واقل من البي اوت، بتطلع بالبروبابيليتي بتاعتي بالشكل ده. طبعا الفيجر ده بيوضح البروبابيليتي دينستي فانكشن اوف الويند سبيد، تمام، وده بيقول لي ان هي ديبند على الويند سبيد اللي هي الويند سبيد بالمتر على الثانيه، بيديني هنا البروبابيليتي دينستي فانكشن فاليو. طبعا هنا في الكيرف الاوتبوت باور اهو، هنا عندي ال في ان، تمام، هنا في عندي الفي ريتد وهنا في عندي الفي اوت. يبقى انا عندي ثلاث مناطق، لو انا اقل من الفي ان او اكبر من الفي اوت، الناتج هيطلع عندي من المعادله بزيرو. لو انا محصور بين الفي ان والفي ريتد، هيبقى بالمعادله اللي هي الثانيه دي، او هيطلع بمقدار كونستانت اللي هو البي ار لو محصور بين الفي ريتد، تمام، والفي اوت. اخيرا هنتكلم على العامل الخاص بالالكتريسيتي برايس في الانسرتينيتي. طبعا الالكتريسيتي برايس طبعا ده انسرتينيتي بارامتر في الباور سيستم، بنقدر نقول ان هو شكله بيبقى جاوسيان ديستريبيوشن، ونقدر نقول الحالات اللي بيحصل فيها البرايس فاليو دي بتبقى ديبند على البي. البي دي، تمام، الالكتريسيتي برايس. يبقى هنا عندي البروبابيليتي دينستي فانكشن بتاعت البرايس واحد على جذر 2 باي سيجما بي على اكسبوننشال بي ناقص ميو بي على 2 سيجما بي تربيع. طبعا الميو بي دي بتوضح لي المين او الفوركاستنج، والسيجما زي ما قلنا قبل كده بيسموها الستاندرد ديفيشن اوف الالكتريسيتي برايس. وبالتالي انا هلخص الفيديو ده، في عندي السيناريو جنريشن اوف الانسرتين لود ديماند خاصه باللود ديماند والويند والسولار والبرايس. في حاله اللود بيديني البروبابيليتي دينستي فانكشن اوف ايه ده الاس ده الابيرنت باور اوف اللود، وبيطلع عندي السيجما والميو زي ما قلنا اللي هو المين والستاندرد ديفيشن الخاصه بالباور، وده شكل الجاوسيان ديستريبيوشن الخاص بالباور. في حالة الطاقة الشمسية الفوتوفولتيك باور جينيريشن، بيبقى عندي معادلة البي دي اف او البروبابيليتي دينستي فانكشن باستخدام دالة البيتا ديستريبيوشن فانكشن اللي هي بنفس الصيغة دي اللي احنا قلناها يا شباب، تمام. بتبقى الباور اللي بتطلع منها ديبند على السولار الراديانس. السولار الراديانس الحالة التالتة الويند باور جينيريشن، بستخدم لها ويبل فانكشن او ويبل ديستريبيوشن، بيطلع عندي الفي اللي هي الويند سبيد، يبقى البروبابيليتي دينستي فانكشن للويند سبيد بتساوي المعادله دي الكونستانت الكي اللي هي الشيب فاكتور والسي اللي هي السكيل فاكتور، والباور اللي بتطلع من الويند ليها الثلاث حالات زي ما شفنا هنا في الكيرف، يا اما اقل من الفي انبوت او اعلى من الفي اوتبوت، تمام، دي بيطلع الباور اللي هتتولد زيرو. لو محصورة من الفي انبوت للريتد بيطلع المعادلة التانية، لو محصورة او لو هي قيمتها بين الفي ريتد والفي اوتبوت ده بيطلع كونستانت اللي هو البي ار زي ما احنا شفنا في المعادلة. بعد كده اتكلمنا رقم 4 الالكتريستي برايس والبروبابيليتي دينستي فانكشن الخاصة بالبرايس، تمام، البي اللي هي الالكتريستي برايس نفس المعادلة الخاصة ب اللود تقريبا، وبيطلع عندي البارامترز اللي هي بشتغل عليها اللي هي المين اللي هي الميو والسيجما الستاندرد ديفيشن اوف الالكتريسيتي برايس.
وبالتالي انا اديت لك الفيديو ده عن السيناريو جنريشن اوف الانسرتين لود ديماند والويند والسبيد والبرايس، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.